مبادرة كريمة لهذا الشهر المبارك العظيم. والدليل على ذلك أن الفرق اللي مشاركة وهي فريق الاستاد المغربي تقدم فتح الرباطي والشوفية والدراري ديال الجمعية الثانوية، كل هاد الفرق أعطوا لعابة قدماء كبيرين كيضرب بهم المثل، وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله ندوز هذا الدوري في امان وفي سلام، ونتمنى لهم رمضان الكريم. السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا فرحانين بهذه التطورات بهذا الشكل هذا لكي يذكروا في لاعبين قدام اللي بلاو البلاء الحسن في الكره المغربيه، كما تنشوف دابا كما شفت دابا الحاج رمضان الحاج عزوز وباقي لاعبين، وهناك تيكرموهم هاد الناس هادو، والصراحة هادشي تيثلج يثلج الصدر، ونتمناو ليهم طولة العمر وصحة جيدة إن شاء الله. اليوم هنا كنحضروا الدوري اللي كتنظموا جمعية قدماء لاعبي الاستاد المغربي، بحكم أننا جمعية كتهتم بالرياضة وكتهتم خصوصا بكرة القدم، كتهتم باللاعبين القدامى ديال مدينة الرباط ومدينة سلا اللي المقر ديالها كيتوجد بحي العكاري في الرباط. فاحنا بحكم الأهداف ديالنا الرياضية كان من الواجب علينا باش نحضروا ونساندوا الإخوان ديالنا في جمعية قدماء استاد الرباطي باش نحضروا لهذا الدوري اللي انضمتوا بمناسبة رمضان، مناسبة شهر رمضان المبارك. وكنتمناو لهم التوفيق والنجاح في المبادرات اللي كيقوموا بها. بسم الله الرحمن الرحيم. دعوة من جمعية ديال قدماء لاعبي فريق استاد المغربي، دونك استدعونا للمشاركة في الدوري ديال رمضان، واستجبنا لهذه الدعوة، وكنا نشيطين في الدورة هذه اللي كانت فيها 8 ديال الفرق، واليوم تيتلعب النهاية ديالها، وحنا حاضرين ليها هنايا باش نكونوا حاضرين مع الإخوان ديالنا، مجموعة ديال الجمعيات الرياضية في مدينة الرباط. اللي شاركوا فيها الموظفين ديالنا ديال البنك العقاري والسياحي. اذا كنا استضفنا حنايا هذه الجمعيه هذه ديال قدماء لاعبي فريق الاستاد المغربي اللي رجعوا الان اصدقاء ديالنا، لعبنا معهم مقابله اخيرا واستقبلناهم في المركب ديالنا الرياضي اللي كاين في بوزنيقه. حنا فخورين بالمساهمه ديالنا في اللقاءات الرياضيه اللي تتكون مع قدماء ديال الرياضيين، قدماء ديال الرياضيين ديال فريق الاستاد. استقبلناهم اخيرا، استقبلنا قدماء اللاعبين ديال النهضه السطاتيه ديال شباب المحمديه، وحنا المركب ديالنا مفتوح لكل الجمعيات الرياضيه اللي تنشط في هذا المجال هذا في الرياضه القدم. وحنا فخورين باستقبالنا كذلك المجموعه ديال اللاعبين الكبار اللي عطاو الكره المغربيه عطاو كثير، وحنا ديما تيسعدنا اننا نستقبلوهم ونحتفل بهم ونحتفلوا بهم. اذا وهذه دعوه ان شاء الله، غنديروا واحد الدعوه ان شاء الله قريبا. الرحيم. كنشكروا جريدة الأخبار المغربية الفجر المغربية لتغطية هذا الدوري ديال رمضان المبارك اللي نظمته ودادية قدماء الاستاد المغربي، والحمد لله اللي عرف نجاح كل المقاييس، لا الوجوه اللي حضرات، وجوه اللاعبين ديال المنتخب الوطني ولا اللاعبين ديال القسم الوطني الأول ولا الثاني، كلهم كانوا شاركوا في هذا الدوري الحمد لله، وعطونا إشعاع هذا الدوري الحمد لله. كان التنظيم كان محكم ديال الدوري منذ البدايه للنهايه الحمد لله. دونك حنا دابا وصلنا للنهايه، وهي ماشي النهايه في الحقيقه، لان باقي دوريات اخرى غادي نظموهم. هذا اول دوري كنظموه لجمعيه قدماء الاستاد المغربي لكره القدم، باقي دوريات اخرى ان شاء الله. كنتاسفوا على الاخوه اللي ما حضروش، لان كاين اخوه اللي توفوا الله يرحمهم، وكاين شي اخوه اللي تصابوا عندنا في الدوري، ثلاثه داروا العمليات، قمنا بالزياره لهم عندهم المصحات وداك الشيء، ولكن الحمد لله كيتمكنوا الشفاء دابا. اذا الدوري بحضور هاد الناس اللي كنشوفوا، لا رمضان ولا عزوز ولا خالد الغياض ولا دحان ولا دا، كلهم لاعبين كانوا في المنتخب وكانوا في المستوى، وحضروا لهذا الدوري وعطوا جماليه اخرى، زادوا جماليه اخرى، والحمد لله كنتمناو هادشي اللي كنتمناو حنا، كنتمناو غير النجاح ونخدموا الرياضه الوطنيه.